بدأ اليوم الأحد الأول من يوليو سريان تطبيق القرار رقم 3 لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، والذي تشرف على تنفيذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. ودعت الوزارة جميع المنشآت المعنية التي تعمل في مواقع عمل مكشوفة تحت أشعة الشمس خلال الفترة المذكورة الالتزام بقرار حظر العمل وتعزيز أدوات الحماية اللازمة لوقاية العمال من الإصابات المهنية المحتملة، إضافة إلى تنظيم ساعات العمل لضمان عدم تأثر إنجاز المشاريع والأعمال التي تقوم بها في جميع محافظات المملكة. وستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر فريق التفتيش المعني بزيارات لمختلف مواقع العمل المشار إليها بالقرار لرصد أي مخالفات للقرار الوزاري وتحرير محضر مخالفة تهديدا لإحالتهم للنيابة العامة، حيث سيتعرض أصحاب تلك المخالفات للمساءلة القانونية والغرامات المالية المضاعفة في حال تكرارهم للمخالفة. بإذن الله وزارة العمل اعتبارا من يوم الأحد 1 يوليو حظر العمل وقت الظهيرة تنفيذا للقرار الوزاري رقم 3 ل 2013 في الأماكن المكشوفة والمعرضة للشمس مباشرة. ويعني ولله الحمد سوف نغطي يعني تقريبا 34,000 منشأة تعمل فيها 150,000 عامل في على مناطق البحرين كلها بالتعاون مع أكثر من جهة. يعني العمل وقت الظهيرة ليس بقرار جديد، فهو ابتدى من 2007 ولله الحمد سنويا نرى فيه التزام أكثر وأكثر من أصحاب الأعمال، حتى وصلت النسبة العام الماضي 98.8%، وهذه يعني نسبة جدا مريحة ولله الحمد ومقبولة. اللي وصلتنا من وزارة الصحة أن ضربات الشمس والتعرض للهجان الحراري أقل بكثير، لأن هذه الفترة اللي هي من الساعة 12 للرابعة عصرا هي يعني شدة الحرارة في هذه الشهرين، والذي نحاول أن نتجنب العقوبة، لكن عقب مرور 11 سنة على هذا القرار أصبحت العقوبة ملزمة على من يخالفها، هي عبارة عن لا قدر الله 3 شهور سجن أو 500 دينار أقل شيء وإلى أعلى شيء 1,000 دينار على كل عامل، وتتضاعف على عدد العمال.